السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع الجزائر العاصمة، وبالضبط بمنطقة تاع باب حسن ودويرة، يعني في المنطقة هذيك، لنقف على مشروع الحي الجديد هذا، ومنها هذا الحي الذي يعني تم إنشاؤه. وللعلم أن المنطقة هذه يعني بصفة عامة تعرف يعني حركة نتاع بناء سكنات كثيرة جدا في هذه، لكن للمؤسف هو النمط العمراني اللي دائما أكدوا أنه يجب تجديد النمط، هو الذهاب نحو يعني بنايات أفقية لمزيد من المساحات وتخصيص مساحات كثيرة للحدائق والمساحات الخضراء. لابد شيء ضروري أن نذهب إلى إنشاء حدائق ومساحات خضراء في أحيائنا الجديدة، وأن نتجه لإنشاء المدينة مدن. وأعيد وأكرر هذا يعني العنصر يعني الهام جدا، وهو أكرره مرة أخرى لعل أن نجد أذان ساغية، نكرر كلمة مدينة. لازم نراعي هذه المدن ونعطيها أهمية، وننشأ مدن بكل هم هذه ما تعني هذه الكلمة من معنى. أترككم تتابعون، السلام عليكم.